نكمل موضوع لعازر. هو إنسان صار مسيح تاني. لعازر إنسان صار مسيح تاني، تغير لتلك الصورة عينها، لأنه مش إنسان قام في اليوم الثالث زي إنجيل لوقا يدوبك قام رجع لصورة آدم. لا، ده اللي عازر اللي اتكع في حضن إبراهيم هو ده اللي رجع لصورة آدم الأول، ومن نسل إبراهيم، وإبراهيم أبوه، فرجع لأبوه اللي هو حقيقي زي ما كان آدم في السفر نقي وعفيف. ده لعازر اللي هو في إنجيل لوقا. إنسان بقي آدم الأول، رجع تاني حر مش مستعبد، قبل كل صليب، قبل كل دقيقة، لكن ما كانش في قبر، والقبر هو رمز لواحد صار عضو في الله. آدم ما كانش عضو في الله، آدم كان حر. لعازر اللي في إنجيل لوقا هو إنسان حر لكن مش عضو في الله. القبر هو جزء من جبل، القبر هو نحت جوه جبل، رمز الإنسان الله نحت فيه سنين طويلة، فتح فجوة علشان يوجد فيه زي الكبد أو القلب أو البنكرياس أو أي عضو داخل الإنسان، أعضاء زي أمعاء، زي شرايين، حاجة جوه شيء مقفول عليه للأبد. لعازر بقي كده عضو في الله الغير محدود اللي هو جبل، واحد قام في اليوم الثالث وعاد لصورة آدم، ثم كمل الجهاد اللي هو كان مفروض على آدم يجاهده، دخل للعمق، دخل في العلو، واحد صار في العلو، بقي مسيح تاني مقبور مع المقبورين. ما يميز المسيح التاني، ما يميز الإنسان اللي بقي مسيح تاني، هو مقبور مع المقبورين بعد ما اتصلب مع المصلوبين زي ما المسيح اتصلب ودخل قبر. ياما سألت زمان المسيح جاي عشان فداءه كده، طب ما قال قد أكمل، ما صعدش ليه؟ قالوا علشان يأكد القيامة. لكن حقيقة الواحد فكر فيها زمان وهو صبي كده، هو وشاب، بالعكس كان ممكن برهان ان ممكن في احتمالية حد سرق الجسد. يعني لو جم 100 شخص مثلا، اصحاب يوسف الرامي ولا اصحاب اي ناس من الاسرياء، ايه يعني الجنود يطلعوا 3 ولا 10 ولا 15، وجم 100 واحد اللي معاه فلوس قدر يرشيه، وإلا يعني يقدروا يطلعوه. فمش إثبات إنه دخل قبر، ده هو برهان إنه هو المسيح الكلمة، أبدا، بالعكس. ده لما يقول قد أكمل ويصعد، ده برهان قاطع. لكن لأنه هو الموضوع مش صليبه بس أو تتميم زي ما في ناس بتعتقد، فداءه بس، لا، ده هو تعليم طريق، مش أنا هو الفادي. المسيح ما قالش أنا الفادي. كم مرة ربنا قال أنا الفادي، وكم مرة قال أنا هو الطريق؟ يعني أنا هو الطريق، لو جه هدف التجسد بس علشان يموت أو يتمم عمل خاص به هو وأنا مفعول به، يعني لو هو جه عشان يبقى الفاعل وأنا المفعول به، يبقى هو طريق لإيه؟ كما صنعت أنا، ما ينفعش. ما كانش يقول كما صنعت أنا تصنعون أنتم أيضا. إذن هو جاي معلم، يعلم طريق، أنا هو الطريق. والطريق ده مين اللي يمشيه؟ هو برضو، ما ياما ناس قالوا أيوه ما هو الطريق يعني هو اللي يمشيه. لا، ده جه هو يعلمنا الطريق، هو جه يعلمني الطريق عشان أنا اللي أمشيه. هو قال كما صنعت أنا، ما كملش وقال تؤمنون بما صنعته، لا، كما صنعت أنا تصنعون أنتم أيضا. ما قالش أنا عملت عمل تؤمنون به، لا، قال أنا أعطيتكم مثال. ما قالش الكتاب كما سلك ذاك أؤمنوا بما سلك، لا، قال كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. ما قالش الكتاب صلب المسيح
فمن يؤمن بصليبه صار أو مات عنه، لا المع المسيح صلبته. وآيات كتيرة ونصرنا متحدين فيها اتحاد بشبه موته مضرع مستمر، ونشترك شركة ألامه، ونكمل نقاء الشدائد المسيح. آيات كتير للناس اللي عايزة تفهم بجد، يعني ده للناس الصادقة تروح تسأل الله. فلما السيد المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني، كان بيعبر عن إنسان فعلا بيقاسي ألام، وبيورينا أنه ده اللي هيجتازه أي إنسان مش الطريق، هيوصل للألم لمية في المية. فكان لعازر برضو مسيح تاني بيصرخ يا إلهي أعني، وده معنى كلمة لعازر أعني، بس ما صرخش المخلوق زي ما يسوع الإنسان صرخ لإلهه بس، هكذا لعازر صرخ لإلهه بس. هو الموضوع عشان يتفهم هو بناء مركب، مش أصوم وأكل فول فأنا بقيت قديس، لا هو بناء مركب. الموضوع مش أني أجيب الخشب عشان أبني فلك فالفلك هو كيف أجمع خشب، لا ده نموذج بناء كبير جدا محتاج سنين 100 سنة، والنموذج ده فيه أطوال ومقاييس ومواد خام من ضمنها الخشب، ولازم أركز في أن الموضوع هو قيادة روح الله وأعرف دوري أنا، يعني في دور على الإنسان ودور على الله. وهو محتاج مش النهاردة أكل الطعمية بدل اللحمة، لا ده هو موت كل الحواس، موت 5 حواس، مش خلاص جبنا حتة الخشبة ونشرناها احنا بنينا فلك، هو لا ده بناء، ده مواضع كتيرة ومقاييس كتيرة وقصبة من الله وقيادة من الله وسنين طويلة. فهو بناء وحساب نفقة ومقاييس حياة وموت كل الحواس بقيادة روح الله، زي ما علم نوح بالظبط. فموت الإنسان هو موت كل حواسه وموت مستمر، هو قبول الموت المستمر. موت الإنسان هو موت كل حواسه وموت مستمر، هو قبول الموت المستمر. يعني الإنسان اللي زي العازر أو الناس اللي زي إيليا ويوحنا عمدان أو الصورة اللي كان نفسه ربنا نبقى فيها، هو لازم يكون الإنسان قبل موت مستمر بفهم من الله وبقيادة روح الله. في شروط كمان، ما لازم أفهم من الله فهم كامل، وبرضه مش هقدر أعمل حاجة غير بقيادة روح الله. فلازم باستمرار في دور علي ودور على الله، دور علي ودور على الله. الله لو ما فتحش ذهني وده دور الله وأنا تجاوبت وعملت دوري، مت واستسلمت وتركت وتجلدت وتغصبت يعني ملكوت الله يختصب يعني على قد ما أقدر، جهدت حتى الدم بفهم. احنا قلنا لازم بفهم ان في صورة، تلك الصورة عينها اللي هي قامت من المسيح، فمش هوصل لحاجة. فلعازر كان نهاية انجيل يوحنا مش انجيل لوقا، هو صورة انسان تغير، نموذج لإنسان تغير بقي مسيح تاني بفهم كامل وقيادة كاملة. فبدون الشروط اللي هو النور الكامل وقيادة كاملة من الله، برضو يعتبر دول دينارين، النور الكامل وقيادة كاملة. ممكن ربنا يقودني بس في النص أنا مش فاهم قوي، فلازم نور كامل عند الظهيرة، ده اللي خلى ناس تقف عند في النص تقريبا زي أبو مقر أبو أنطونيس، واحتاج الأمر أن يوري لهم ناس وضعت نفسه مش صلبت وبيأكلوا خبز وملح، ده لازم ومهم، وصلى دايما ده لازم ومهم وده شروط وده لا نقاش وده الطريق، بس ورى لهم ناس سبقوهم. ليه؟ وضعوا نفسه، فمين اللي يقبل يوضع نفسه إلا بفهم كامل؟ فهي وضع نفس لأن الشروط العضوية، والموضوع من الأول للآخر أنا أبقى عضو، والعضو ما فيهوش عقل، العضو ما فيهوش عقل، فمين اللي يقبل يبقى من غير عقل يوقف ذاته بفهم؟ مين اللي يقبل يبقى زي حتة الكبد أو حتة الكلى أو حتة القلب أو زي الشرايين أو زي الهيكل العظمي من غير عقل؟ مين اللي يقبل؟ ده محتاج فهم كامل ونور كامل
ان الذات دي امتحان، ده امتحان ربنا حط، وامتحان دايم، ومجرد إطاعة ذاتي كده بتتلغي الشروط. فهي وضع نفس، لأن الشروط العضوية والموضوع من الأول للآخر أنا أبقى عضو، والعضو مفهوش عقل، العضو مفهوش عقل، فمين اللي يقبل يبقى من غير عقل يوقف ذاته بفهم؟ مين اللي يقبل يبقى زي حتة الكبد أو حتة الكلى أو حتة القلب أو زي الشرايين أو زي الهيكل العظمي من غير عقل؟ مين اللي يقبل؟ ده محتاج فهم كامل ونور كامل، ان الذات دي امتحان، ده امتحان ربنا حط، وامتحان دايم، ومجرد إطاعة ذاتي كده بتتلغي الشروط. ان عشان العضو ما ينفعش العضو يبقى ليه عقل، لو فأي واحد بيطيع ذاته أو جسده مش هينفع، لازم يوصل للنقطة اللي هو كأنه من غير عقل والله هو راسه، ويكون عنده الراس زي الأثرياء إيلاريا وأناسيمون اللي سابوا العرش وسابوا بيوتهم لغاية آخر يوم في حياتهم كان يقدروا يرجعوا. الملك موجود، القصر موجود، البيت موجود، الميراث موجود، هم باعوا حقيقة كحياة، ماتوا كحياة وباعوا كل شيء، ما راحوش وانشغلوا وباعوا، لا هو بمثابة حد مات بجد يعني. فما هي محتاجة نور وقدوة من الله، نور وقدرة وقوة، نور وقوة مستمرة، قوة قيادة الله، قيادة ازاي اقاوم عبادتي لذاتي ولجسدي وللعالم بفهم كامل وقوة كاملة. فانا محتاج نور وقوة دايما، انا محتاج نور وقوة باستمرار. فربنا ورانا نفوس زي يوسف دخلوا القبر، والقبر ده زي واحد يعني ميت ميت، يعني القبور دي مين اللي ينزل يدخل في القبر إلا لو برهان إن ده ميت بكل حواسه، والقبر ده زي واحد يعني ميت ميت، يعني القبور دي مين اللي ينزل يدخل في القبر إلا لو برهان إن ده ميت بكل حواسه. مين اللي يرضى زي يوسف يدخل في بير ويسكت؟ مين اللي يرضى؟ فربنا كان ممكن يقول قد أكمل، وكان منطقي جدا، منطقي يصعد للسماء. لما يقول قد أكمل كان يصعد للسماء، لو الموضوع هو هيموت علشان يورينا قد ايه بيحبنا ماشي، احنا محتاجين ده، نشوف قد ايه بيحبنا وبدون سفك دم ماشي، لكن ليه يدخل قبر؟ موضوع القبر ده انا سالت عن ناس كتير في كل الطوائف، في كل الطوائف. لسه كنت بتكلم مع قصه خارج مصر امبارح، وقعدنا يومين ثلاثه نتكلم على حكايه القبر، قال لا لم يطرح، قال لي في مواضيع لم تطرح بصراحه في الكنيسه الانجليزيه. ده شخص يعني كبير يعني على المعاش مش شاب، قال لي لا لم تطرح في موضوع ان مع القبر، احنا حافظين مع المسيح صلبت لكن مش مع المسيح قبرنا، احنا حافظين مع المسيح صلبت لكن مش مع المسيح قبرنا، احنا حافظين مع المسيح صلبت لكن مش مع المسيح قبرنا. قال يعني هي مش واضحة، لان ما فيش اية واضحة. قلت له طيب ما احنا لازم نتشبه بموته، ما هو موته ايه هو التشبه بموته؟ اللطش والضرب والاهانه وكل حاجه، ما هو هنصير في قيامته من غير قبر، هنصير في قيامته من غير قبر. قال لي ما هي تايهه بقى، انا هقوم من ايه؟ سنصير في قيامته. طيب هو هيقوم وهو على الصليب، هو هيقوم وهو على الصليب. قلت له لا، هو اللي مش عايز يسلك هيقعد يقول ما مش موجودة، ما فيش ليها دليل. أيوة طب إيه القبر يعني؟ في ملوك الأول صح 19 ربنا ورانا من أقوى شخصيات الكتاب المقدس إيليا، سارة في البرية مسيرة يوم واتجع ونام وصحي
وبعد كده راح جبل مغارة يعني وبات فيها. والجبل ده اسمه حريب، وحريب معناها جاية من حور، الحورية يعني حاجة زي طيف أبيض. ودي كلمة الحور بس، لكن حريب هو مقطعين معناها جبل مقفر أو صلب جدا، جبل مقفر أو جبل صلب جدا أبيض شفاف. حريب حاجة غريبة أوي يعني، جبل شاهق بس حور. جبل حور جبل زي شفاف، جبل زي طيف، وده رمز لله اللي أنا بدخل فيه. الله اللي ما فيش حد يقدر يقف قدام الجبل. لو جت مش فيل ولا أقوى، لو جت كل الفيلة وجيه كل التماسيح وجيه كل الأسود هيعملوا إيه في الجبل؟ هو مش باينين، مش هيهزوه يعني. يا جبل ما يهزك ريح يعني، هو الجبل رمز لله اللي أنا بدخل فيه يعني. يا ريتنا كان حد قال لنا كده. القبر اللي أنا بدخل فيه لما أموت، بدخل فيه زي أي عضو في جسم الإنسان، زي الأمعاء، زي الكبد، زي القلب. أنا بتكلم عن حاجة عشتها يعني. يا ما ربنا قلت له حلو، نفسي أقعد في جبل في صحراء، وقعدت في صحراء فعلا، في جزء كبير جدا مريح نفسيا. بشوف الأفق، بشوف السماء، بشوف الهدوء نفسه راحة، الطيور بتدي راحة، منظر السماء الأزرق راحة، منظر الأفق والسحاب والصحراء راحة. أنا بتكلم عن حاجة عشتها، مش حد قال لي إن في حد قاعد في صحراء وحد قاعد في أوضة أو حد راح غابة. لا، ربنا كل واحد بيعيشه بالطريقة اللي تنفع له. بعد كده قال لي أقعد في أوضة كانت قاسية جدا يعني، أسبوع أسبوعين كأني محبوس. فوراني إن أعادي سنة أو سنتين، والحقيقة قعدت كذا سنة، ممكن 5-6 سنين، لأن هي فترات كل مرحلة بيعلمني شيء. فترة في صحراء صعبة أفتكر قد إيه، 5-6 سنين، فترة في أوضة 5-6 سنين صعبة أتذكر طبعا، لكن كانت سنين طويلة كانت بمثابة القبر. إن هو يكون سحابي ونوري وجمالي وكل جمال وكل راحة، هو يكون الراحة مش الأفق أو السحاب أو الرملة أو الهدوء، يكون الراحة. هو يكون سحابي ونوري وجمالي وكل جمال وكل راحة، هو يكون الراحة مش الأفق أو السحاب أو الرملة أو الهدوء، يكون الراحة. طبعا حسب الله بيعلم كل إنسان. وحتى بقول له يا رب طب ما هو كل الآباء كانوا في صحراء، قال لي لا مش الكل، مكتوب في مغاير وشقوق الأرض، والشقوق دي رمز الواحد في قبر، قبور أنا قعدتها بيعد يعني ربنا، وحسب النضوج والفهم والمرحلة اللي هو فيها. يوسف هو شاب نزل بير، وبعدين نزل سجن، والسجن زمان بتاع الفراعنة مش كده هو وحمامات بقى وسراير، لا كان يعني بيبقى زي قبر برضه، حفر تحت، وفي زنزانات تحت الأرض ما زالت، وفي ناس سجون تحت الأرض. لكن مين اللي الموضوع في اللي مين اللي طلب النور وفهم ايه القصد من ان يبقى الواحد في مغارة، ايه القصد من المغارة نفسها، القصد من جبل حريب ليه؟ وربنا قال لإيليا ابقى في الحتة دي، بات فيها واستمر فيها في الجبل ده. الكتاب قال كده، دخل مغارة وبات فيها. فهو كان عايز يوصله لمرحلة زي العازر، واحد جوه الجبل، مش صدفة. ويوسف لما كان في السجن كان بمثابة قبر، ودانيال دخل برضه وتحط حجر على القبر والعازر. فدي مش صدفة إن دانيال يتحط على حجر ويجي داريوس يشيل الحجر، مش صدفة.
يبقى في لعازر وفي حجر وارفعوا الحجر من الصدفة والمسيح يتشال الحجر دي من الصدفة، وان إيليا يستخبى جوه شقوق الجبال بمثابة حجر لا من الصدفة. فإن كان إنساني الخارجي يفنى في فناء كأني غير موجود، يعني فكرة القبر والحجر يعني كأني بدخل في الله الجبل بأوجد فيه، وأنا قبلت الموت بفهم أن أنا مخلوق عشان أبقى عضو زي الأمعاء زي أي عضو جوه جسم الإنسان. الكبد جوه جسم الإنسان زي قبر مش حاجة من بره، يعني ممكن نقول الصوابع حاجة من بره، الأذن شيء من بره، لكن الأحشاء أعضاء جسمه الأحشاء الداخلية دي زي بمثابة القبر، يعني الرمز ليها قبر. ده فناء يفنى كل ما هو من العالم المادي لتحت الزمن بفهم، لأن بدون الفهم مش هينفع، بدون الفهم مفيش حد هيقبل أصلا. فليه المسيح ما صعدش من على الصليب لما قال قد أكمل؟ طالما قد أكمل يعني طالما أكمل ربنا العمل أكمله، طب ما يصعد. سألت أسقف كاثوليك وبروستانت ما حدش قال لي إيه هو القبر. كلامنا عن القبر كتير بس إحنا بنربط الموضوع بلعازر. إن كان الصليب لعنة كويس، ملعون من علق على خشب كويس، خد ربنا عننا اللعنة كويس، يستحق السجود والشكر، سجود والشكر طول حياتنا. لكن إيه هو القبر؟ ليه يدخل قبر 3 أيام أو 30 يوم؟ برضو ده مش ده الموضوع. إحنا بنتكلم عن المكان وفكرة القبر، وإن يقيم لعازر من القبر ويشيله الحجر من القبر. ليه؟ إيه؟ يعني التعليم إيه هو؟ فهو عايز يقول لنا ربنا أنا عايزكم تبقوا أعضاء فيا زي حاجة مغارة جوه قبر، تبقى أنت جوه القبر. وطالما ناس بتقول أن المسيح هو دوره هو اللي يتصلب، هو أنا مفعول به، هو الفاعل، ماشي. طب إيه الفعل في القبر؟ دخول القبر ويوضع حجر على القبر ويترفع الحجر، إيه معناه؟ اللي فاكر نفسه هو فاهم الموضوع، ما هو اللي بيقول ان هو الموضوع المسيح هيموت عنا وعلى الصليب كويس وهو الفاعل رائع. طيب الفعل بتاع القبر هو دخل وهو الفاعل معناه ايه؟ كانت الاجابه سكوت، كانت الاجابه سكوت من ناس رعام كبار يعني في البحر الاحمر ودير الامعار، كان سكوت. ايه القبر يعني؟ دخل القبر ليه؟ وقام في اليوم الثالث ليه؟ دي برضو أنا سألت باباوات، يعني مش مهم مين، لكن أنا سألت بنفسي باباوات. قال لي ما هو لو قام في اليوم الرابع هتسأل. قلت له العازر هو اللي قام في اليوم الرابع. طب ليه العازر قام في اليوم الرابع؟ أمام الله أنا كنت في سنة وسألت البابا، ما كانش فيه إجابة. سألت أباء كتير معروفين زي أبونا مات المسكين ومرشد في درب أنطونيوس وكلهم بركة، أحذيتهم فوق راسي. أنا مش بتكلم على قامتهم، أنا بتكلم على الموضوع غامض. ليه مش واضح؟ يعني أنا في ثانوي بفكر في نقاط بسيطة. هو اتصلب مع المسيح صلبت؟ قالوا لي معنويا أن اتصلب عن حاجات أكل شهي في الصيام كويس. طب القبر ارفعوا الحجر، إيه الحجر اللي يترفع عني؟ في بعض مدرسين درس الأحد روحيين وقلبهم أبيض، في اللي قالوا لي يعني ممكن مرض، ممكن مش عارف إيه. طب الفرق بينه وبين الصليب؟ هقبل إن أنا أموت ويبقى في مقبور؟ قالوا لي لا ما نعرفش. يعني في فاكر كويس قوي مدرس الأحد من الناس، كان طبيب ومن الناس الملائكة حقيقة على الأرض، قال لي تقبل بقى زي واحد ميت في قبر. وفاكر راهب في درام بنطلوس قال لي حاجة زي كده. قلت له طب إيه الفرق بين الصليب والقبر؟ برضو اللي قالوا بعض وجهات النظر قالوا لي لا ما نعرفش، يعني ده موت وده موت. طب أيوب كان صليب ولا قبر؟ فعشان الموضوع مش واضح
أو التعليم مش كامل، فالنور مش واضح. فهو الحقيقة أنا المسيح قال لي إنك تثبت في الموت، أنت مت على الصليب كويس، لكن زي حاجة ذبيحة اتحرقت كويس، بس أنا بحور رمادك. ففترة إنك بتموت على صليب وتموت في دقيقة دي كبداية، لازم تقعد فترة طويلة، لأن فعلا القلب أخدع من كل شيء وجواك حاجات كتير وخدعة. بتكلم عن نفسي، بتكلم عن التعليم، أنا عشته، فهمت الموضوع، لأن فعلا ممكن أقول من 10 سنين أنا مت ثم مت ثم مت ثم مت، وبعد ما مت مت، لكن واحترقت من سنة سنتين، أنا حاسس أني خلاص في فحم بس. فشفت في رؤية في فحم أسود قدامي، فقال لي بس مش رماد. بتكلم عن نفسي يعني، أنا مش بتكلم عن التعليم أو بتكلم عن قديس قال لي، أنا بتكلم عن نفسي أني شفت حاجة فحمة محروقة، وصوت ربنا قال لي ده أنت. قلت له طيب ما هو أنا خلاص يعني أنا احترقت. قال لي بس أنا بحور رمادك. طب قلت له، قال لي لا ده فحم محترق مش رماد. فوراني حاجة كده لونها فضي رمادي، هو ده. قلت آه هو ده الرماد. جه شوية هوا تلاشى الشيء نفسه اللي هو زي قطعة حاجة كده محروقة مش باين معالمها، بقى خشبة ولا ذبيحة ولا حيوان اللي جوايا أيا كان، لا الهوا معدي على الخشبة المحروقة محروقة. الخشبة لما تتحرق أو الحيوان لما يتحرق حاجة لوجود اتحرق. أتاري دي مرحلة، أنا بتكلم عن حاجة علمها لي المسيح، قال لي دي مرحلة ومهمة جدا وأساسية ومحرقة، لكن استمرار النار شوف حصل إيه. لقيت حاجة كده بقت لونها أبيض وبتلمع. أتاري هو مش أبيض يعني أبيض، لا يعني جراي، في يعني حاجة كده. أتاري ده لما يستمر الفحم يتحرق بيتحول لمفيش، يعني هو الرماد ده عبارة عن حاجة ما هو مفيش يعني، حتى البادي، حتى الهيكل الأسود، حتى الفحمة لم تعد وجود. فلما جه هوا يعني أنا كنت عايز أقول امسكها يا رب طب أشوف فيها، لا هو جه هوا انتهت يعني، لما جه هوا عدى طارت السديم ده ولا ما أعرفش الرماد ده ولا هو ملهوش وجود. قال أنا عايزك كده. أتكلم عن تعليم عن نفسي، كل واحد طبعا شاف رؤية أو تعليم ممكن ربنا حسه يفيد الناس يقوله، أتكلم عن نفسي يعني. فالرؤية دي شفتها مثلا من شهر، فقلت له إيه ده؟ قال لي ما هو ده الرماد اللي بتكلم عنه، حول رمادك لجمال. أنت لما تبقى مش موجود، هو قلت له هو ده بقى من أضاع نفسه والآيات بقى إنسان خارجي يفنى والفناء. قال لي أيوة الفحم لسه ليه وجود، هو مات كتير قوي، ما قاليش بقى 90% بس ده اللي جالي يعني 95% ده برضو الإحساس اللي جالي، هو أنا ما سمعتش نسب ولا كده. فأنا فهمت إن 90-95% لكن برضو في وجود استمرار الألم والنار، استمرار تيجي إيزابيل تاني، استمرار يجي تالت أو أي حد يعني، فبيسمح بيها علشان النار مستمرة مستمرة لغاية لما مفيش، ما بيبقاش الإنسان ليه وجود، وبكده يتحقق الهدف. ضمان ملهوش وجود في العتيق، لأن القلب أخدع وأخدع وأخدع من كل شيء. فهو حسب التعليم وما ربنا بيوصله الإنسان، لكن المسيح حكاية أنه في القبر زي ما في ناس قالوا في معلمين عشان يثبت القيامة، لا بالعكس طبعا، ده لو صعد على الصليب إثباته برهان كامل عن لاهوته وقوته، لو صعد هو على الصليب بعد قد قال قد أكح. فحياة المسيح خطوات حياة مش الكل فهمها، يعني إيه تأهين في البرار والكفار وشرك الأرض مش الكل فهمها. ده تارين عايزني أنا اللي أدخل القبر وأبعاد كتيرة وأتتبع خطواته وأموت بكامل إرادتي وفهمي ثم بنعمته طبعا وأصير عضو فيه، بيحركني هو وأنا بثبت لله سكوتي
بثبت لله عشان أبعده فيه زي الصباع أو زي أي أحشاء زي الكبد زي القلب، إن أنا ساكت وساكت وساكت. ففين أي واحد يفتح الكتاب ويقول مفروض يسأل نفسه فين موتنا معه وصرنا متحدين بشبه موته سنصير في قيامته؟ مرفوضة فكرة القبر، مرفوضة الفكرة نفسها، مخيفة يعني أن أحتاج أن أدخل للقبر. في العازر هو إنسان فهم فهم كامل، فهم اللي فهم فهم بكل الأبعاد عشان يبقى مسيح تاني، فهم اللي فهموا القديسين باعوا كل مالهم أضاعوا نفسهم، فهموا بنور كامل عند الظهيرة، فهموا ليه ربنا خلقهم، الصورة النهائية إيه هي. مش كل الناس فهموا، لو كان فهم أبو مقرى أبو طولس ما كانش بعته لامرأتين أو بعته الإسكافي أو بعض، لأن في ناس الصورة النهائية مش واضحة. صورة الرماد، الصورة النهائية نبقى أعضاء فيه بلا عقل زي رماد أو زي هيكل عظمي. فهو قال اجتهدوا أن تدخل باب الضيق، للناس بتقول لا لا إيه ده إيه ده إيه ده، كنت بكلم يعني خادمة كبيرة يعني ملاك برا مصر، تقول لي إيه ده إيه ده، ربنا ما يسمحش بالألم ده. قلت لا، مش بيقول إن في ناس بيجروا، واحد بس اللي بياخد الجعالة، إيش معنى دول؟ ما هو كلهم بيجروا الموضوع. وليه ربنا قال إن ما أضيق الباب؟ مش هو قال إنه قليل اللي لقيوا الباب قليل؟ فكل واحد بيعلم تعليم هو عاشه، لكن قليل اللي علم القبر، وما حدش يقدر يعلم شيء غير لو هو عاشه. الحجر اترفع صح في متى في بداية نور، لكن هو لسه العمل لسه قدامه كتير. فمحتاج الأمر من البداية نفهم كل كلمة، يعني نموت معاه ونتحد بشبه موته ونصلب ونكبر، ونفهم يعني ليه عازر ليه ختم بيه في العهد الجديد إنجيل يوحنا الشخصية اللي فهمت فهم كامل وماتت وما عادش فيه حاجة. يعني هو بيحركه الله لما المسيح قال لعازر لك أقول قم، ده رمز خلاص بقي واحد عضو بس 100% وبقي صورة للمسيح 100%، ما بيتحركش غير إثبات أنه هو عضو، غير بقيادة روح الله وبصوت الله. فمحتاج الأمر يعني كل إنسان يطلب ده اللي عايز بأمانة، يربط الأحداث، يفهم أن الله بنور كامل عند الظهيرة ويربط الأحداث، لأن ناس كتيرة اندمجت في كل شخصية، في دانيال كشخص لوحده، في إيليا كشخص لوحده، ما فهمش أن كلهم أعضاء بيكملوا، زي العزر اللي في لوقا بيكمل فهم، العزر اللي في يوحنا بيكمل اللي في لوقا. مش كل الناس فهمت ان هو الله بيكلمنا عن بناء كامل، بيكلمنا عن بولس ويوحنا المعمدان، وبيكلمنا عن كل واحد، بيكلمنا عن اللي في جنة عدن، لانه علشان يكمل معلومة كاملة. مش كل الناس فهمت كده، ان بوجود الانسان وقبوله يظل في القبر، ده معناه اثبات ان هو قبل يبقى عضو. فهم ان هو زي اتنحت جوه القبر فعلا، برهان قاطع ان انسان بعد ما راح النمو كتير وسن طويله في النمو في المسيح، القبر هو برهان ان الانسان صار ميت وعضو مثل اي ميت، لان القبر بيوضع فيه ميت بس. القبور مين اللي بيوضع في القبور؟ واحد ميت بس موت كامل، مين اللي بيتحط في القبر؟ مش واحد مريض او واحد ماتت ذاته او لا، مفيش حد يقول انا موت ذاتي ماتت فانا اوضع في القبر، او يصنفه اللي يوضع في القبر واحد ماتت كرامته او واحد مات شهوة جسد. لا، اللي بيتحط في القبر ده واحد ميت جدا موت كامل. فمين اللي يقبل يبقى ميت موت كامل؟ مين اللي يقبل يساق كحمل للذبح أو كخروف للذبح؟ إلا اللي بقي فعلا بفهم كامل وعضو فعلا يعني تطبع بالمسيح بعد سنين طويلة، بعد سنين طويلة. وقبل أن يبقى في قبر دايم، مش قبر من الزيارة هنزور القبر ونطلع تاني، لا. مين اللي يوصل ده؟ لواحد لازم يكون تدرج سنين طويلة وبقي خليقة تانية، هو ملهاش حل، مينفعش. احنا مش رايحين فاكانس ولا رحلة في القبر وهنطلع تاني، زي اللي بيروح الكنيسة عشان يرتاحوا نفسيا ويا بعد القداس، كله راحة نفسية يعني، مش ملء ونمو. مش الكل طبعا، في اللي بينمو في اللي فاهم، بس في ناس كتيرة القداسات والكنائس والطقوس والحاجات دي راحة نفسية، راحة داخلية، لكن
مش هو عايزنا ربنا مش زيارة، عايزني أدخل القبر يعني موت، وده بنمو المسيح فيا سنين طويلة عشان أبقى عضو حقيقي، أبقى مقبور جوه الجسد على طول. فكان نوح برضو، نرجع تاني نقارن نوح، احنا شفنا دانيال والثلاث فتية، نوح رمز الواحد دخل القبر فعلا وحصل له قيامة. اللي طلع مش نقول قعد فترة، لأ، ما هو اللي طلع شخص تاني، اللي نوح اللي دخل ده واحد زي واحد دخل القبر زي العازر، طلع مسيح تاني، طلع بعد ما مات موت كامل، موت نهائي، وبقي زي واحد جزء في الجبل. فالقبر رمز فعلا إنسان صار عضو في الجنة، جنة مغلقة، عضو في المسيح اللي هو جبل، مات بالجسد 100%، صار عضو في جبل الله 100%، بدأ يتكلم ويعطي ربنا شريعته بالجبل، عشان كده بيقول أساساته في الجبل المقدسة. وشفنا أن موسى طلع الجبل، هو عايز يبقى جوه الجبل. حتى موسى ربنا غطاه ساعات نفسيا، حس كده هو إحساس أن هو يعني كأنه قطعة من جوه الجبل. رمز الواحد صار جزء من الله الجبل في قوته، اتحول من العالم الترابي اللي ملهوش أي قيمة، عالم ترابي ضعيف جدا، صار بقى جزء من الله الجبل، صار في عدوية الله اللي زي الجبل الشاهق. يعني مش لو جه أسد ولا جه تمساح، لا، ده لو اجتمعت كل تمساح العالم والحياة والفيلة والأسودة والفهودة والذئاب وكل حاجة قدام الجبل، من أنت الذي قدام تصير لا شيء يعني قدام الجبل يعني. فورانا المسيح لما نادى على عازر، هو صار نفس صورة بتتحرك بقوة الله 100%، وصار عضو في الله لأنه مات موت 100%. يا رب النقطة تكون وضحت ووصلت، والموضوع مش محتاج غير فتح ذهن بعد كده. فموضوع العازر مع أنه يبدو بسيط، لكن فيه أبعاد كتيرة جدا، أبعاد لا نهائية، لأنه لما الإنسان بيفنى زي الفحمة ما فنت وبقت رماد، فصارت واحد في الله بقى زي الأربع كائنات، شافهم حزقيال متحدين أربع رؤوس في جسم واحد والرجل عجل، يعني ده الأساس أن يكون ذبيحة، وشافهم يوحنا منفصلين، ودي أسرار كتيرة محدش يفهمها غير بالروح، ودي بتبقى تعليم الله لما بيقول المسيح إن سيصير الجميع متعلمين من الله. إن كان أشهر كاهن في مصر الوقت بيقول إن المرجع الأصلي مش الكتاب، هو المعلم والناس، لا، هو الكتاب قال العكس، والله قال العكس. الوقت إحنا بنسمع رعاة بيقولوا عكس كلام الله، من أرمية 31 بيقول لا يعلم أحد أخاه، ها أيام يقول الرب لا يعلم أحد أخاه هعمل عهد جديد. وعاد الآية دي مرتين تاني كمان، يعني ثلاث مرات تتقال في عبرانيين. وجي بعد كده السيد المسيح أكدها في إنجيل يوحنا 6، إن محدش يقدر يأتي إلى الآب إلا بيه، وسيصير الجميع متعلمين من الله. ففي تعليم ملهوش نهاية في حكاية الموت والحياة، طبعا مواضيع كتيرة هنتكلم، بس عن حكاية الموت اللي يؤدي ان الانسان يفنى ويبقى واحد في الله زي واحد دخل القبر. بدأ كلامه في متى، انا بس عايز اربط ابنة يايروس بالعازر، ابنة يايروس ماتت فعلا، لكن المسيح قال لهم لا، ما تبكوش، هي ما ماتتش. الكلام ده في متى 9. ولكنها نائمة، لا تخافوا ولا تبكوا. المسيح قال لهم كده لما لقاهم مزمرين ويضجون ومش عارف ايه، فقال لهم لا، الصبية ما ماتتش، هي نائمة. هو الحقيقة هي ما بقتش زي العازر، هي نفس بدأت بداية حقيقية في متى، في نور جه في حياتها، حصل ختان، اترفع الحجر زي في قيامة متى، وتشل فعلا أول غشاوة، فبدأت تدب فيها الحياة. بداية الحياة، بداية الحياة لما تدب في إنسان، لما حصل في موسى الأسود في قصص اللي احنا عارفينها، ومريم المصرية، لما حصل بداية حياة في السامرية، ما ينفعش نقول السامرية ممكن تموت، لكن ممكن تنام. فهكذا الخمس عذار الحكيمات لما بيقول نعسنا، ليه ما قالش الكتاب كلمة الله، أو هو نفسه المسيح هو بيحكي بيقول فمتنا؟ ما ينفعش.
اللي دخلت فيه نسمة الحياة البداية صار آدم نفسا حية، اللي بدأت فيه حياة بس حقيقية وبدأ يتولد في الإنسان، لأنه بدأ زي البذرة تدفن وتموت بفهم واستنارة، وبدأت يد الله تشتغل زي المسيح الجنين اللي تكون في العذراء. ما ينفعش نقول هو مات، ما لا، لو وقف شوية ده نوم. ده أنا بتكلم عن بداية الموضوع، يعني احنا عايزين نمسكه في عبارة بسيطة من ابنة ييروس نربطها بالعذراء. بداية الطريق زي العذراء الحكيمات، ممكن ينعس الإنسان، ممكن ينام، لأن لما يبدأ روح الله في الإنسان زي ما بدأ في موسى الأسود وبدأ في السامرية وبدأ في مريم المصرية وبدأ في ناس كتيرة، ممكن الإنسان ينام لكن لا يموت. ليه؟ لأنه روح الله لما يبدأ في الإنسان صادق، خلاص قرر، خلاص حصل له اختان، يعني حصل له تغيير عقل وإرادة وقرار واقتنع وفهم ودخل النور. فالشخص ده ياما ناس فقدت رجائها لأنها مش فاهمة أن المسيح لا يموت، طالما بدأ وطالما يريد. طالما يريد، هل تريد؟ أتريد أن تبرأ؟ فإن كان إرادة الإنسان بتتفق مع إرادة الله، من ناحية الله هو لن يكل ولن يمل في النفس. طالما تريد بتضعف، معلش بتقف شوية، ده نوم. يا رب تكون وضحت. يعني في البدايات النفس ابنة ييروس يعني المستنير ممكن يضعف شوية، ممكن ينام شوية، لكن لعازر خلاص إنسان ما بقاش هو، بقي مسيح تاني، فما ينفعش يموت. عشان كده في يوحنا 11 صرخ يسوع بصوت عظيم وقال لعازر قم من الموت، فسمع النفس دي فعلا وقامت. لا، الحياة والمسيح ما قالش كده، قال له لعازر قم من الموت، فسمع الروح، سمعت كلام الله. لا، هو ما قالهوش قم، قال له لعازر هلم خارجا. طب قبليها قال له استيقظ ولا قال له استيقظ؟ هو كان نايم؟ لا، ما كانش نايم. لعازر استيقظ من، ما قالوش استيقظ. طب كان نايم؟ ما كانش نايم. كان نعسان؟ ما كانش نعسان. المسيح لقال كان نعسان ولا كان نايم ولا كان، هو بيقول لعازر هو مريض. يعني وإيه سبب مرضه كمان؟ إيه سبب مرضه وتعبه؟ سبب إنه هو بقي واحد في المسيح وكان بيشترك شركة ألامه وكان بيكمل نقائص شهادات المسيح. واحد بدأ يموت عن الآخرين. طب قبليها قال له استيقظ ولا قال له استيقظ؟ هو كان نايم؟ لا، ما كانش نايم. لعازر استيقظ من، ما قالوش استيقظ. طب كان نايم؟ ما كانش نايم. كان نعسان؟ ما كانش نعسان. المسيح لقال كان نعسان ولا كان نايم ولا كان، هو بيقول لعازر هو مريض. يعني وإيه سبب مرضه كمان؟ إيه سبب مرضه وتعبه؟ سبب إنه هو بقي واحد في المسيح وكان بيشترك شركة ألامه وكان بيكمل نقائص شهادات المسيح. واحد بدأ يموت عن الآخرين. المسيح لما مات على الصليب، هو مات يسوع الإنسان، يسوع الناصري، يسوع الإنسان، هل مات على الصليب؟ لا، هو لا يموت. ليه؟ لأن الروح لا تموت. ما قالوش لعازر استيقظ، لا، قال له اطلع لبرا عشان الناس تشوفك، هلم خارجا بس. ما قالوش لعازر استيقظ، لا، قال له اطلع لبرا عشان الناس تشوفك، هلم خارجا بس. ما قالوش لعازر استيقظ، لا،
قال له اطلع لبرا عشان الناس تشوفك، هلما خارج بس. بيقول خرج الميت، خرج الميت ده من ناحيته هو كإنسان، الجسد النفس دي هي ميتة عن العالم، فخرج الميت عن العالم، الميت عن كل ذات، عن الميت عن الوجود، خرج الميت عن الكون كله والوجود كله. النفس دي هي ميتة عن العالم، فخرج الميت عن العالم، الميت عن كل ذات، عن الميت عن الوجود، خرج الميت عن الكون كله والوجود كله. النفس دي هي ميتة عن العالم، فخرج الميت عن العالم، الميت عن كل ذات، عن الميت عن الوجود، خرج الميت عن الكون كله والوجود كله. خرج عشان الناس تشوف الصورة بتاعت واحد زي في التاريخ زي إيلاريا مثلا، راحت قصر أبوها رجعت، اللي عارف القصة دي في التاريخ ما بيقول انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بيهم، وسابها لنا كده هون نشوف نفتش في التاريخ. زي فكرة أخنوخ، صار أخنوخ مع الله لم يوجد، إذا مات، لا ما ماتش. طب مريض، لا مش مريض، لا أكيد أخنوخ مغمى عليه، لا مش مغمى عليه، هو ما عادش هو. خرج عشان الناس تشوف الصورة بتاعت واحد زي في التاريخ زي إيلاريا مثلا، راحت قصر أبوها رجعت، اللي عارف القصة دي في التاريخ ما بيقول انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بيهم، وسابها لنا كده هون نشوف نفتش في التاريخ. زي فكرة أخنوخ، صار أخنوخ مع الله لم يوجد، إذا مات، لا ما ماتش. طب مريض، لا مش مريض، لا أكيد أخنوخ مغمى عليه، لا مش مغمى عليه، هو ما عادش هو. ولأنه ينظر الناس عايشة الحاجات دي، ينظر إن حد شاف حد، يعني مش كتير، فيه طبعا في نفوس وصلت زي أخنوخ وزي يوحنا العدن وفي العذراء، في نفوس وصلت تلك الصورة عينها، مش مهم العدد، بس في اللي بقت صورة تلك الصورة عينها، في بس مش كتير ومخفية، ومطلبش من ربنا من حد، يعني قليل جدا زي يوحنا العدن يرجع تاني ويطلع ويظهر للناس ان هو مسيح تاني في صورة انسان. يعني واحد ميت طلع من القبر، يوحنا العدن يعتبر من ادق الامثلة بتاعت لعازر، واحد مات عن العالم، فخرج الميت اللي بالجسد، يعني نقدر نقول يوحنا العدن لما ظهر للناس خرج الميت، ورانا ربنا فيه قد ايه ان هو مش بيحرك ايده. دي شفتها في رؤية، وشفت حاجات كتير في الرؤية، بس طبعا حاجات شخصية ليا انا، الا لو ربنا بس حسسني واكد لي. انا فاكر كويس جدا الرؤية دي، ان ربنا قال لي برضو ده زي لعازر. يعني شفت كتير في البداية لما كنت قعدت في صحراء 5-6 سنين، شفت كتير عن قديسين، بس في البداية اول واحد شفته يوحنا المعمدان، شفت مسرائيل السائح وإيلاريا ويوحنا عدن، وربط لي ربنا لتعليم شخصي طبعا، بس انا بقول النقاط اللي هي بتتكلم في الموضوع او بتربط الموضوع، او يعني ممكن تبني، كل واحد ربنا عمل معاه حاجة وقال له احكي بشكل ممكن يبني حد يحكي، زي اللي بيقولوا اختبراتهم شفنا ايه وشفنا ايه في السماء، بتفرق كتير مع الناس لما ربنا يأكد له ان يحكي، ولما ربنا يريحه في الوقت المناسب بقيادة روح الله والمنقادين بروح الله هم. ويبقى الموضوع معتمد كمان على اللي بيسمع، هل في روح الله يقدر يميز ولا لا، ده موضوع بقى شخصي بتاع كل واحد. ففعلا يوحنا العدن يعتبر لعازر تاني، كان ايده الجسدية البشرية مربوطة ولسانه مربوط، هو اللي بيتكلم ده مش ايد انسان جسدي بالمعيار اللي هو الحر اللي بيعمل اللي هو عايزه بالناموس الاخر. القديس بولس قال عنه اني افعل حسنا لست اجد، ده في مرحلة الصراع، دي في مرحلة من المراحل، بس بعد كده لم يعد الناموس ده، مات الذي كنا ممسكين فيه، ده الكتاب قال كده،
أما الآن قد تحررنا من الناموس ومتى الذي كنا ممسكين فيه. هي دي مرحلة لعازر، واحد مات اللي ممسك فيه، فإيده مربوطة، إيده البشرية الجسدية مربوطة، والله هو اللي بيتحرك. هي دي مرحلة لعازر، واحد مات اللي ممسك فيه، فإيده مربوطة، إيده البشرية الجسدية مربوطة، والله هو اللي بيتحرك. فيوحنا عدن كان برضو من الناس زي العازر، يداه ورجلاه مربوطتان، اللي بيتحرك ولسانه اللي بيتحرك مش هو، هو كجسد مربوط. فربنا ورانا نفس زي يوحنا عدن، احنا بنتكلم عن نقطة بس عشان توضح، يوحنا عدن كان برضو ايديه ورجليه مربوطتان، يداه ورجلاه الجسديين ولسانه الجسدي مربوط، هو مات. فخرج الميت، هو الجسد القديم العتيق، الإنسان العتيق هو الميت. فخرج الميت، كان قصد ربنا أن النفس دي اللي هي بتاعت زمان القديمة زي موسى اللي هو ابنة فرعون مات. أمال مين اللي جه وشق البحر؟ لا، ده الميت. فخرج موسى الميت عن العالم وميت عن ابنة فرعون، واللي مربوط إيديه الجسدية، احنا بنقول مثل بسيط عشان يوضح، ميت. لكن ده هو مش ده مش موسى هو بقى اللي طلع لنا، لا ده واحد جديد. هكذا يوحنا عدن اللي احنا شايفينه ده هو الميت عن العالم. فربنا ورانا نفس زي يوحنا عدن، احنا بنتكلم عن نقطة بس عشان توضح، يوحنا عدن كان برضو ايديه ورجليه مربوطتان، يداه ورجلاه الجسديين ولسانه الجسدي مربوط، هو مات. فخرج الميت، هو الجسد القديم العتيق، الإنسان العتيق هو الميت. فخرج الميت، كان قصد ربنا أن النفس دي اللي هي بتاعت زمان القديمة زي موسى اللي هو ابنة فرعون مات. أمال مين اللي جه وشق البحر؟ لا، ده الميت. فخرج موسى الميت عن العالم وميت عن ابنة فرعون، واللي مربوط إيديه الجسدية، احنا بنقول مثل بسيط عشان يوضح، ميت. لكن ده هو مش ده مش موسى هو بقى اللي طلع لنا، لا ده واحد جديد. هكذا يوحنا عدن اللي احنا شايفينه ده هو الميت عن العالم. فربنا ورانا نفس زي يوحنا عدن، احنا بنتكلم عن نقطة بس عشان توضح، يوحنا عدن كان برضو ايديه ورجليه مربوطتان، يداه ورجلاه الجسديين ولسانه الجسدي مربوط، هو مات. فخرج الميت، هو الجسد القديم العتيق، الإنسان العتيق هو الميت. فخرج الميت، كان قصد ربنا أن النفس دي اللي هي بتاعت زمان القديمة زي موسى اللي هو ابنة فرعون مات. أمال مين اللي جه وشق البحر؟ لا، ده الميت. فخرج موسى الميت عن العالم وميت عن ابنة فرعون، واللي مربوط إيديه الجسدية، احنا بنقول مثل بسيط عشان يوضح، ميت. لكن ده هو مش ده مش موسى هو بقى اللي طلع لنا، لا ده واحد جديد. هكذا يوحنا عدن اللي احنا شايفينه ده هو الميت عن العالم. فصرخ يسوع بصوت عظيم. طب ليه بصوت عظيم؟ لما صرخ على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، من شدة الألم. وهنا السلطان ليبين أن النفس دي لم تعد بتتحرك بأي صوت عالمي، لكن صوت الله اللي هو أقوى من أي صوت. هو عايز ربنا يقول لنا أنا اللي صوتي صار بالنسبة له أقوى من أي صوت، هو اللي بيحركه. بس هو مات، هو بقى عبارة عن كبد وقلب ومنكرياز وشرايين ميتة، ما اللي بيحركها إيه؟ الروح بتاعت الجسم كله. فالنفس دي كانت في القبر، في قبر الجبل اللي هو الله، جبل الله، نفس بتتحرك بس بصوت الله. والصوت بتاع الله هو الصوت بس العظيم، يعني الصوت اللي هو ما فيش صوت أعلى من صوته. يا رب النقطة دي تبقى واضحة. في نفوس خلاص ماتت زي يوحنا عدن، احنا بنجيب الأمثلة عشان توضح، النفوس دي زي يوحنا عدن، الصوت الوحيد اللي بيحركه هو صوت الله.
صوت اللي هو الحقيقي وهو ميت. فالله طلع يوحنا المعمدان بعد 30 سنة اللي أي حد دلوقتي ما كنت في عدادي فاكر كويس جدا ومش عارف، كنت بلد في الصعيد واللي كنت فيها كنت شوية في المنيا وشوية في الصعيد، جاي بيقولوا أسقف جديد. فعدت أفكر ده، قالوا لي ده ترهبا سنه 28 سنة أو 27 سنة ونص، هو كان راهب سنه 30. فعدت أفكر 30 سنة ده يبقى ازاي مرشد لراهبات ورهبان وشيوخ وكهنه كبيره وناس ورجال ازاي ده؟ طب وامتى اتملى وامتى مشي؟ ايه سنتين واحد؟ طبعا الموضوع مش في الدراسه ده، امتى امتى مات عن العالم؟ ده كان تفكيري وانا في ثانوي، امتى مات عن العالم وامتى اتملى وامتى ده المسيح 30 سنه؟ او اول حاجه فكرت فيها يوحنا العمدان، ده يوحنا العمدان 30 سنه بيمتلئ من الروح وبينمو في القامة ويتقدم في الحكمة زي ما مكتوب في لوقا واحد، في انجيل لوقا واحد اتكلم عن يوحنا العمدان كان الصبي ينمو ويتقوى في الروح، واتقالت عن المسيح برضو في لوقا 2 كان الصبي ينمو ويتقوى في الروح. فامتى اتملى؟ سنتين. وكمان الاساس بتاعه كان ايه؟ هل كان ميت؟ الاساس بتاعه وضع النفس قد ايه؟ يعني إلاريا واناسيمون وماكسيموس وديمديوس والامراء وانبكراس، سمعنا في القصص ان كانوا ملوك فوضعوا نفسهم فدفنوا وماتوا زي البذره. فحتى لو مات زي ماكسيموس ودنيوس وأنبكراس برضو راح الصحراء بعد سنتين، يبقى مرشد للعقب. فكانت حاجات بتشغل بالي، فأنا بربط الأمور بعد كده. ربنا لما علمني العذر قعد سنين طويلة علشان يوصل للصورة دي، سنين طويلة عشان يكون صوت الله بس اللي بيحرك، سنين طويلة عشان يبقى مربوط، سنين طويلة عشان يبقى جزء من الجبل، لأنه كان هو في قبر في حفرة في الجبل سنين طويلة عشان يوصل للصورة دي. الله علمنا كل حاجة في الكتاب وبيقول لكل كمال رأيت حدا أم وصيك واسعة جدا، يعني اترنا ما لهاش نهاية. فكل حاجة مكتوبة، كل شيء لم تأتي نبوءة قط بتنفسير إنسان بل تكلم أناس الله مساقين بالروح، وكل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان، كل كلمة كتبها ربنا هي روح وحياة للي صار منقاد بالروح، وروح الله اللي فيه هو اللي بيقول فتح ذهنهم ليفهم الكتاب. ما حدش يقدر يفهم الكتاب، او اهم حاجه الربطه بتاعت الكتاب، الربطه بتاعت الاناجيل، الربطه بتاعت العهد القديم للجديد، الربطه بتاعت اشعيا ومتى وارميا ومرقم. ما حدش يقدر يفهم البناء كله بتاع الفلك بتاع الكتاب المقدس الا بروح الله اللي سكن في انسان لما يكون مدفون. تعمل فيه الميه تحت، ما ينفعش الميه تعمل في انسان فوق لسه فيه، هتعملين ايه النهارده وهناكل محشي النهارده وطعميه وهتاكل؟ ما ينفعش واحد ياكلونه ويشربون. حتى لو ما عملش ولا خطيه، ادم ما عملش ولا خطيه، ما كانش بيعمل خطيه، الفيصل في قرر ان يفهم ولا ما قررش، بعد كده بدا يموت ويعيش الطريق وبقياده روح الله، وفي الاخر خالص هل صار بيمشي بصوت الله العظيم؟ ما فيش صوت تاني في العالم، وهل فعلا مات وفهم فكرة العضوية وصار في الروح؟ ده كل واحد لمطلق الحرية طبعا، يطلب ما يطلبش، يفهم ما يفهمش، يمشي، دي أبديته، وما فيش حد هينفع حد في الأبدية. صلوني. كل واحد لمطلق الحرية طبعا، يطلب ما يطلبش، يفهم ما يفهمش، يمشي، دي أبديته، وما فيش حد هينفع حد في الأبدية. طب قبليها قال له استيقظ ولا قال له استيقظ؟ هو كان نايم؟ لا ما كانش نايم. لعازر استيقظ من ما قالوش استيقظ. طب كان نايم؟ ما كانش نايم. كان نعسان؟ ما كانش نعسان. المسيح لا قال كان نعسان ولا كان نايم ولا كان، هو بيقول لعازر هو مريض. يعني وإيه سبب مرضه كمان؟ إيه سبب مرضه وتعبه؟ سبب إنه هو بقي واحد في المسيح وكان بيشترك شركة ألامه وكان بيكمل نقائص شهادات المسيح، واحد بدأ يموت عن الآخرين. ما قالوش لعازر استيقظ، لا، قال له اطلع لبرا عشان الناس تشوفك، هلما خارج بس. بس
النفس دي هي ميتة عن العالم، فخرج الميت عن العالم، الميت عن كل ذات، الميت عن الوجود، خرج الميت عن الكون كله والوجود كله. خرج عشان الناس تشوف الصورة بتاعت واحد زي في التاريخ زي إيلاريا مثلا، راحت أسر أبوها رجعت. اللي عارف القصة دي في التاريخ ما بيقول انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بيهم، وسبهلنا كده هون نشوف نفتش في التاريخ. زي فكرة أخنوخ، صار أخنوخ مع الله لم يوجد، إذا مات؟ لا ما ماتش. طب مريض؟ لا مش مريض. لا أكيد أخنوخ مغمى عليه؟ لا مش مغمى عليه، هو ما عادش هو. هي دي مرحلة لعازر، واحد مات اللي ممسك فيه، فإيده مربوطة، إيده البشرية الجسدية مربوطة، والله هو اللي بيتحرك. فربنا ورانا نفس زي يوحنا العدان. احنا بنتكلم عن نقطة بس عشان توضح، يوحنا العدان كان برضو إيديه ورجليه مربوطتان، يداه ورجليه الجسديين ولسانه الجسدي مربوط، هو مات. فخرج الميت، هو الجسد القديم العتيق، الإنسان العتيق هو اللي ميت. فخرج الميت كان قصد ربنا أن النفس دي اللي هي بتاعت زمان القديمة زي موسى اللي هو ابنة فرعون مات. أمال مين اللي جه وشق البحر؟ لا ده الميت. فخرج موسى الميت عن العالم وميت عن ابنة فرعون، واللي مربوط إيديه الجسدية، احنا بنقول مثل بسيط عشان يوضح، ميت. لكن ده هو مش ده مش موسى هو بقى اللي طلع لنا، لا ده واحد جديد. هكذا يوحنا العدن اللي احنا شايفينه ده هو الميت عن العالم. موت الإنسان هو موت كل حواسه وموت مستمر، هو قبول الموت المستمر. فهي وضع نفس لأن الشروط العضوية والموضوع من الأول للآخر أنا أبقى عضو، والعضو ما فيهوش عقل، العضو ما فيهوش عقل، فمين اللي يقبل يبقى من غير عقل يوقف ذاته بفهم؟ مين اللي يقبل يبقى زي حتة الكبد أو حتة الكلى أو حتة القلب أو زي الشرايين أو زي الهيكل العظمي من غير عقل؟ مين اللي يقبل ده؟ محتاج فهم كامل ونور كامل إن الذات دي امتحان، ده امتحان ربنا حط، وامتحان دايم، ومجرد إطاعة ذاتي كده بتتلغي الشروط. والقبر ده زي واحد يعني ميت ميت، يعني القبور دي مين اللي ينزل يدخل في القبر إلا لو برهان إن ده ميت بكل حواسه. احنا حافظين مع المسيح صلبت، لكن مش مع المسيح قبرنا. هنصير في قيامته من غير قبر؟ هو هيقوم وهو على الصليب؟ هو يكون سحابي ونوري وجمالي وكل جمال وكل راحة، هو يكون الراحة مش الأفق أو السحاب أو الرملة أو الهدوء، يكون الراحة. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟